داخل قاعة مجلس النواب العراقي. الكاظمي وصل والتشكيلة الوزارية وصلت، لكن بين شد وجذب حقيقة الآن هو في القاعة، شد وجذب وتباين بالأسماء والطروحات بشكل عام. الموقف لا جديد، الموقف إلى الآن حتى هذه الساعة البرلمان قرع جرس الدخول ودخول أعضاء مجلس النواب العراقي. هناك من قاطع إلى الآن كتلة التغيير وحركة الجيل الجديد ونواب تحالف المدن المحررة، فضلا عن ذلك نواب محافظة البصرة قاطعوا الجلسة بسبب عدم تمثيل وزاري لهم خاص في هذه الكابينة. في هذه الحلقة سادتي الكرام أرحب بضيفي الكريمين، كل من الدكتور مناف الموسوي ضيفا كريما رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. حياك الله دكتور. حياك الله. نورتنا. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. الله يحفظك. وأيضا ومع السياسي المستقل سيد كريم النوري، نورتنا سيد كريم. حياكم رمضان كريم. تحية لك. حياك الله. مناف. الله يحفظك دكتور. يعني إلى الآن المشهد غير واضح، لكن يبدو أن توجه القوى النيابية والكتل النيابية بالأغلب مع التمرير رغم وجود بعض التحفظات، كيف تعلق؟ استاذ احمد داني جدي الترحيب بك وبصديقي واخي الاستاذ كريم النوري ومتابعي ومشاهدي قناه الرشيد، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم، ويا رب اليوم شو تكون يوم خير وبركه على العراقيين. يعني كما تفضلت اليوم الاختيار الثالث، اعتقد المشهد السياسي اليوم لا يتحمل ان تكون هنالك يعني مشاغبات او ان يكون هنالك عمليه تحايل او تكون هنالك عمليه محاوله استغلال. على الرغم يعني نلاحظ الان انت ذكرت بعض القوى وبعض المكونات السياسيه التي بدات تنسحب بسبب عدم وجود تمثيل وزاري في هذه الكابينة، وبالنتيجة يعني لا أعتقد أن أي رئيس وزراء من الممكن أن يشمل الجميع بهذه الامتيازات. اليوم نحن أمام مجموعة من الإشكاليات، ربما على أساس الإشكالية الصحية، الإشكالية الاقتصادية، الإشكالية الأمنية، بالإضافة إلى بقية الإشكاليات المرحلة من الدورات السابقة ومن الحكومات السابقة. طيب. مثل البنى التحتية، التعليم، إلى آخره من الإشكاليات الموجودة. فبالتالي يعني اليوم القوى السياسية تحتاج إلى أن تبعد الكرة عن ملعبها، وأعتقد يعني التصويت على السيد الحكومة السيد الكاظمي قد يمثل نوع من هذا يعني التخلص من المشكله. لذلك اتوقع اني انه يتم التصويت عليه. نعم الضغوطات ما زالت لحد هذه اللحظه، هنالك من يريد ان يحصل على الامتياز لحد اخر لحظه، هنالك من يحاول ان يضغط على البرلمانيين وان يفشل عمليه التصويت حتى يبقى الضغط مستمر للحصول على امتيازات اخرى. طيب. لكن باعتقادي ايضا ان هنالك موقفا وطنيا اليوم من قبل البرلمانيين. اعتقد بعض البرلمانيين قد يخرجون من عباءة الكتل ومن عباءة او من ضغوطات زعماء الكتل اليوم اعتقد. نعم في هذه الجلسة، وبالتالي سوف يمرر السياسيين العراقيين البرلمانيين العراقيين اليوم. طيب. امام اختبار صعب امام الجمهور، امام القواعد الشعبية، وتعرف. طيب. اليوم اكو ازمة ثقة، بالتالي اليوم البرلمانيين يحتاجون الى ان يعطون بادرة إعادة الثقة ما بينهم وما بين المتظاهرين. طيب. قواعد الشعبية. أعتقد البادرة بالتأكيد هي تتمثل في عملية وحدة الصف وعملية اختيار حكومة لإنقاذ الوضع القادم. ممتاز أستاذ كريم، حياك الله. أنوه سادتي الكرام أن الحلبوسي والكاظمي والوزراء المرشحون دخلوا إلى قاعة البرلمان ليبدأوا بجلسة منح الثقة بانتظار أكيد التطورات القادمة بإذن الله. أستاذ كريم، يعني طبيعة التشكيلة الوزارية بقيادة الكاظمي، هل تعتقد أنها ملبية لطموحات الشارع على أقل تقدير؟ نعم، تحية لك أستاذ أحمد والمشاهديكم الكرام والدكتور مناف أبو ربيف. اليوم أنا أتكلم بكل صراحة
ما يحصل اليوم في البرلمان هو انعكاس طبيعي للمزاج السياسي الذي حكم العراق منذ 2003. فهي نفس النمط في إدارة الدولة والنظام والقرار والمفاوضات هي نفسها. لذلك اليوم مفاوضات اللحظة الأخيرة أعتقد إحنا وضعونا أمام خيارين. أما الإبقاء على عادل عبد المهدي وعقلية اللا دولة والفوضى والقانون وضياع العراق بهذه الطريقة، أو الانتقال إلى حكومة السيد الكاظمي بهذه الطريقة، طريقة المحاصصة. هي لم تكن محاصصة فحسب، وإنما أخذت حصص بعض المكونات، يعني أخذ استحقاقها الانتخابي. ولذلك أعتقد اليوم المرحلة نريد إنهاء المرحلة الماضية، لأن مرحلة القائد العام الغائب طوعيا والمستقيل وحكومة تصريف الأعمال حقيقة دمرت مسمى الدولة. لذلك نحن اليوم نحاول حقيقة إخراج العراق من هذه المحنة، وإن كان بطريقة نحن أهون الشرين. اليوم أنا أتوقع حكومة الكاظمي لم تلبي طموحات الشارع ولا توصيات المرجعية، لكنها بالتأكيد الخروج من واقع اللي عشناها. حكومة عبد المهدي التي دمرت المؤسسات، لا قرار أمني، مقتل أكثر من 700 شاب يطالب بحقوقه. لذلك أتوقع إن شاء الله بعد الإعلان عن هذه الحكومة يجب أن تعلن محاكمة كل من تورط بقتل الشباب المتظاهرين، محاكمة عادلة، ويجب القضاء أن يفعل وننهي المرحلة الماضية. لكن هل إن هذه الحكومة جاءت وفق يعني تتناغم مع الشارع؟ بالتأكيد لا، لأنها حقيقة حكومة إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة هناك مساومات والحصول على الحصص إلى هذه اللحظة، وينتظرون اللحظة الأخيرة والضغط الأخير حتى ينتقلون. وأعتقد اليوم مع الأسف كأنما لم يمر العراق بأي مظاهرات، ولا يعرفون أسباب استقالة الحكومة. لماذا استقالت حكومة عبد المهدي؟ هل حتى تعطي المجال للسيد الكاظمي؟ إنما استقالت بعد ضغط الشارع. طيب، ولكن هل أخذوا معايير الشارع، مطالب الشارع العراقي؟ طيب، الاحتجاجات 7 أشهر من الاحتجاجات، من الردع والقمع. نعم. على كل حال نحن نريد الإخراج من حالة. ممتاز. لكن مع الأسف لم تكن الحالة هي المثلى. طيب، نذكر أيضا أستاذ كريم وأيضا دكتور مناف والسادة الكرام أن دولة القانون حقيقة ببيان رسمي الآن ذكرت أنه أي خبر يشاع بقاء نواب دولة القانون في جلسة اليوم هو عاري عن الصحة، ولا توجد أي نية حقيقة من بعض أو من كل نواب ائتلاف دولة القانون التصويت على كابينة المكلف الثالث السيد مصطفى الكاظمي. أستاذ دكتور مناف، دا أشوف هسه صورة حقيقة، يعني الأخوة النواب يعني مجتمعين بالقاعة وغيرها، يعني أكو مزاج وأكو نية تمرير من خلال الصور بالتليفونات. لكن ذكر نقطة جدا مهمة سيد كريم، يقول لك إحنا يعني المطلوب أن يحاكم قتلة المتظاهرين. أمس كان معي النائب طه الدفاعي ذكر نقطة جدا مهمة، ذكر قال التعويل على محاسبة ومحاكمة القتلة والفاسدين هذا حقيقة لن ولن يحصل. قلت له ليش؟ ذكر أنه حكومة السيد المكلف هي حكومة انتخابية ستعبر بالعراق إلى فترة انتخابات، ما يريد يخرب السيد الكاظمي، تعتقد أنه ما يريد يخرب ويا الخط السياسي الأول اللي ربما في بعض من جهاته مسؤول عن قتل المتظاهرين باعترافاتهم الرسمية. دكتور مناخ، لا، هو في ميزة مهمة يعني بالنسبة لحكومة السيد الكاظمي، وهذا ما تم على الأقل طرحه في الوقت الحاضر. هسه قد يتغير هذا الوضع، لأن بالنتيجة هو مو قانون ولا دستور، لكن هنالك الحديث عن أن السيد الكاظمي لا يرشح في الدورة القادمة، وبالتالي يعني أعتقد هذا الضغط الذي بالفعل قد يواجهه أي سياسي يريد أن يستمر في العملية السياسية أو يريد أن يحصل على دورة ثانية مثلا، يحاول إرضاء الكتل السياسية. اليوم نعم قد يكون الحديث عن محاسبة قتلة المتظاهرين قد لا يكون بهذه السهولة، لأن يعني بالنتيجة أنت تشير، السيد كريم يشير، السيد طه الدفاع يشير إلى أن هنالك ربط ما بين بعض الكتل السياسية المتواجدة اليوم
وما بين عملية القتل. طيب. احنا حتى ما يكون تصريح علينا وهم من الجماعة قاعديننا على باب رتبة ونص على باب القناة تقول لك نشتكي عليك ماكو هاي موجودة بالنتيجة بالنتيجة زين. نقول اليوم نحتاج إلى أن نحدد سلسلة الأولويات بالنسبة لموضوع السيد كاظمي. يعني اليوم تغييب المتظاهرين جاء قسريا وليس طوعيا، تعرف بسبب جائحة كورونا، الجائحة العالمية أو الوباء العالمي ممتاز. بسبب حظر التجوال. طيب. فقدنا عنصر أساسي ومهم ورئيسي أشار للسيد كريم، وهو كان سببا في عملية استقالة الحكومة السابقة، وكان يفترض أن يكون داعما ولاعبا ومؤثرا في عملية تشكيل هذه الحكومة وهي التظاهرات الشعبية. خلينا نوقف عليها، مضطر أن أخذ عندنا ضيف دكتور منافذ تسمحوا لي عن طريق مراسلنا جابر من داخل مجلس النواب. مساء الخير جابر، شنو الجديد حتى هذه اللحظة؟ وأيضا بإمكانك التحدث أيضا مع النائب اللي معك. نعم تفضل. نعم أحمد، قبل قليل كان هنالك لقاء السيد مصطفى الكاظمي المكلف مع بعض النواب في كافتيريا البرلمان، والآن وصلت إلينا آخر الأخبار عن توجه رئاسة المجلس إلى قاعة الجلسة حتى هذه اللحظة. هنالك توافقات حدثت حتى اللحظات الأخيرة، أتحدث عن نواب البصرة قبل ساعة من الآن، هنالك كان خلاف وهنالك اعتراض من نواب البصرة عن آلية تقديم المرشحين، كذلك استبعاد مرشحي البصرة من الوزارات، لكن قبل قليل تم استحصال يعني موافقة من سيد رئيس الوزراء المكلف خلال الاجتماع إلى استئزار يعني نائب من استئزار وزير من البصرة عن نواب البصرة. هذه آخر التطورات حتى هذه اللحظة، يستمر الاعتراض أيضا من هذا واضح جابر حتى نكسب الوقت أيضا وقت النائب. ادخل لي بالموضوع مع سيادة النائب اللي معاك. هنالك مطالبات. نعم قبل واضحة. نعم تفضل. نعم سينضم معي السيد عبد الأمير المياحي، سيتحدث لي عن يعني بقية التفصيلات وآخر التطورات. يعني هنالك أيضا تطورات على المستوى يعني التوافقي، هنالك يعني توافقات ما بين الكتل السياسية. أرحب بك السيد عبد الأمير، نتحدث عن آخر التطورات وأن نتحدث عن ملخص أو خلاصة الاجتماع الذي حدث قبل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان هناك اجتماع بين أعضاء مجلس النواب محافظة البصرة والسيد الحلبوسي والسيد الكاظمي بخصوص تهميش البصرة، ويعني أصبحت محرومة البصرة وهي سلة العراق الغذائية والاقتصادية، بالتالي هذه وقفة بسيطة وهذا جزء بسيط من حق أهالي البصرة أن يتعهد السيد الكاظمي بإعطائها وزارة مهمة وهي وزارة النفط، وتعهد أمام السيد الحلبوسي أن تكون وزارة النفط هي من حصة أبناء البصرة، وسوف يكون المرشح هو من داخل أبناء البصرة ومن داخل تم اختيار اسم معين؟ لا لحد هذه اللحظة لم يتم اختيار اسم، ولكن تم التثبيت على أن تكون حقيبة النفط هي لمحافظة البصرة. بالبدء كانت يعني نواب البصرة يتحدثون عن رفض للتمرير بعد التعهدات والضمانات ستصوت. طبعا في البداية يعني عندما بدأت الجلسة في الساعات الأولى من هذه الليلة لم تدخل أعضاء محافظة البصرة، لم يدخلوا إلى هذه الجلسة بسبب تهميش محافظة البصرة، وكان هذا موقف طبعا مشرف لأعضاء مجلس النواب، وهذا جزء بسيط من الوفاء لأبنائنا وإخواننا في محافظة البصرة، لأنه البصرة بصراحة تعاني كثيرا من المعاناة، استخراجات النفطية والغازات والانبعاثات والحدود المفتوحة الآن، الموانئ مفتوحة وتدخل المواد الغذائية لجميع محافظات العراق، تتمتع بالتوازن الاقتصادي بسبب طيب. ستعقد الجلسه برايك؟ نعم الان التي حدثت؟ نعم الان معقده الجلسه، ونذهب لعد اعضاء مجلس النواب اذا كانت هناك تقريبا. ايش قد الاعداد؟ يعني قبل قليل انه 160 نائب موجودين. برايك راح تمر؟ لا لا فقط عفوا للتوضيح زميلي جابر، 80% تمر الحكومه الليله ان شاء الله. شكرا جزيلا جابر، انا اتمنى تبقى وياي، والشكر موصول لضيفك الكريم سيارة النائب المياحي، شكرا لحضرتك أيضا، أتمنى تبقى وياي زميلي جابر، أرجع لك إن شاء الله. مشاهدين الكرام، هذا حصري حقيقة لقناة الرشيد على لسان النائب أحمد الجبوري، إذا الأخوة الشباب أيضا ينتبهون وياي. الحضور 232 نائب، ممتاز ممتاز، يعني 232 نائب، والآن بدأت الجلسة
في صور ايضا يعني خاصه حقيقه لبرنامج بعد المنتصف، قال استاذ احمد 232 نائب الان دخلوا الى قاعه البرلمان على لسان النائب احمد الجبوري، هذا عاجل يا شباب لقناه الرشيد. استاذ مناف، الاجواء ايجابيه تمر ام لا؟ لا تمر ان شاء الله، تمر. يعني اليوم ما نتحدث يعني الان الحديث اعتقد بدا يعبر مرحله الاختيار، يعني تمر او لا تمر. اليوم هذا الرقم اللي طرحته هو اشاره واضحه الى اولا اكتمال النصاب في القاعه. نعم. وبالتالي اليوم يعني السيد المكلف يحتاج الى نصف زائد واحد، يحتاج الى 165 او 166 صوت. نعم. للتصويت على حكومته. نعم. نعم قد لا نتمكن او قد لا تتمكن القوى السياسيه اليوم من انتاج حكومه مكتمله. وهذا مثل ما تفضل يعني السيد كريم النوري، هذا مزاج سياسي اصبح يعني كل الحكومات اليوم ما صارت عندنا حكومه مكتمله من 2003 اليوم، دائما ما تكون الحكومه يعني تاخذ فقط النصاب القانوني واللي يتمثل بالنصف زائد واحد، يعني تقريبا 14 وزارة على ما أعتقد. بالنتيجة اليوم نحتاج قلنا إلى أن تمر هذه الحكومة، أن ننتقل من مرحلة حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة اللي يعني في مشاكل كثيرة تطرق عليها السيد كريم النوري أو تحدث عنها الكثير، يعني أعتقد في لقاءاتك يعني الكثير كان يشير الى ان هنالك انتهاكات، مخالفات، هنالك حالات حدثت خلال فتره الخمسه اشهر السابقه وحكومه تصريف الاعمال، باعتبار ان هذه الحكومه هي غير مسؤوله او غير محاسبه. نعم. البرلمان اليوم لا يستطيع محاسبه الحكومه المستقيله، يعني لان بالنتيجه هو يحاسب يقيل. نعم. اليوم الحكومة مستقيلة فماذا يفعل معها؟ بالنتيجة يعني هذه الإشكالية اللي أيضا يعني كانت سببا في هذا التأخير، لأن بعض المكونات أرادت أن تستغل الموقف وأن تستفيد بأكبر قدر ممكن. طيب. خلال فترات سابقة، عقود وتعيينات وإلى آخره. جي. من الإشكاليات اللي موجودة واللي أيضا نتمنى أن تكون حاضرة لدى حكومة السيد كاظمي، هذه أيضا حالات فساد. ممتاز. متعمدة. طيب. نحتاج أن نقفها. طيب. اليوم نحتاج أن يتم التصويت على الحكومة. بعد التصويت على الحكومة طبعا نبدأ نراقب، أنا وأنت وسائل الإعلام الأخرى نبدأ نراقب أداء هذه الحكومة. نحتاج ربما إلى 100 يوم أولى نتابع بها أداء هذه الحكومة، هل بالفعل سوف تكون بحجم التحديات، هل سوف تكون قادرة على تقديم يعني على تقديم شيء مختلف عن 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 الحكومات السابقة. وبعد 100 يوم أستاذ أحمد أعتقد. نعم. من الممكن أن نحكم أو نتحدث بشكل كبير. نعم. الحكومة قد لا تكون ملبية لمطالب الجماهير. طيب. لمطالب المتظاهرين، لمطالب أيضا المرجعية. جيد. لكن 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 بالنتيجة احنا اليوم نقول نريد أن نؤسس إلى مرحلة جديدة. جيد. هذا التأسيس عفوا دكتور، هذا التأسيس شلون يمكن بهذا إذا تسمح لي دكتور مناف، شلون يقدر يشتغل السيد الكاظمي في ظل وجود شروط تقييد سياسي واضح، محاصصة واضحة؟ وأريدك سيد كريم تتوقع هاي الكابينة والتشكيلة ايش قد يعني 100% حزبية، 100% الأسماء يعني انفرضت بشكل واضح على رغبة ومزاج السيد الكاظمي؟ لا وبالتأكيد اليوم خلينا نتحدث، عدم التمرير هذا مو خيار، يعني ما عندنا خيارات متعددة لن نذهب إلى المجهول. لذلك اليوم احنا يجب ان تمرر هذه الحكومه، لكن امام السيد الكاظمي مهمه صعبه طبعا. زين. تصحيح مسار عمليه سياسيه. نعم. بمساعده القوى السياسيه اليوم فرصه للقوى السياسيه على الاقل تقترب قليلا من الشعب العراقي. زين. اليوم ابتعدت كثيرا، لكن هل ان هذه التشكيله هي مستقله فعلا؟ بالتاكيد لا. اولا المسطره مع الاسف لم تكن مسطره على الجميع. يعني المعايير لم تكن على الجميع، بالعكس هناك فرضت من بعض الجهات، فرضت تحديدا من سيد كريم؟ يعني الجهات التي هي لها دور
في تمرير السيد الكاظمي هسه يوم بدون اسماء. ليش بدون اسماء؟ يعني الان نتحفظ لانه انا نسيت مو عادين المنصب السيد كريم لا وين المناصب؟ لا انا ما افكر بمنصب، منصب الحق الوحيد انه الشعب يعيش بامان بصراحه، يعيش بحريه. رفضت انت المنصب؟ رفضت. اه ولذلك اقول بصراحه مو معلومتي صح؟ لا انا خلني اتكلم معلومتي صح؟ لا هسه خلني اتكلم دعوبنا هسه ما افكر ما افكر بمنصب والله انا عندي علاقه طبعا طيبه للامانه السيد كريم لو في انصاف يعني هو أكثر شخص وطني قريب من الجماهير قريب من القواعد الشعبية، رجل مناضل تاريخه مشرف يعني كل القواعد، بعدين مستقل هسه ما يعني ما في شيء اسمه. بس معلومتي صح لو انا غلطان، بس عندي معلومة أقول احنا دائما عن شعاري لا نقول لا نقول ماذا قدم لنا الوطن، نقول ماذا قدمنا للوطن، ماذا قدم للشعب. اليوم بصراحة نفكر بالمصالح بالمناصب نصير مثل الجماعة زين. اليوم شهونة السلطة أسقطت الكثيرين في نظر الشارع. اليوم أكو قطيعة بين الشعب العراقي وتعمقت هذه القطيعة. اليوم كيف نتصالح مع شعبنا؟ اليوم فرصة أمام هؤلاء، ولذلك يجب التعاون مع السيد الكاظمي لتصحيح مسار العملية السياسية، لأن مرت بخطر شديد هي في وادي والشعب العراقي في وادي، خاصة بعد الدماء التي سالت في العراق وهي تطالب بحقوقها. لذلك أعتقد اليوم المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة على السيد الكاظمي أن يخطو خطوات صحيحة باستعادة الوطن. اليوم بصراحة أقول لك اليوم الدولة غير موجودة في العراق، نعيش لا دولة الآن. اليوم تعدد القرار الأمني وهذه الظروف أستاذ كريم، تعتقد بهذه السهولة يعني بهذه الظروف بهذه المؤشرات بظروف اللا دولة تجي تتشكل دولة في ظل هذه الظروف؟ بالإرادة بالإرادة إرادة حزبية ومحاصصة ما صحيحة شيء. إذا بقوا متمسكين بمصالحهم هم راح يزيدون الفجوة بينهم وبين الشارع. فعليهم أن يبدأوا الآن، اليوم فرصة يبدون انقلاب داخلي زين. الأحزاب تبدأ مراجعة حقيقية زين. حتى تشوف موقعها من الشعب وين. مؤخر صارت مسافة قبل عدة ديكتاتورية واحدة تحكم العراق والآن ألف ديكتاتورية تحكم العراق. اليوم تعدد حقيقة تعددت قنوات القمع. اليوم الدولة الغائب الطوعي كارثه، ما ادري شلون طلعنا الغائب الطوعي النوب جابه. اي هاي مشكله هاي. لا صدق اي والله. دكتور مناف، من الذي يحاسب الغائب الطوعي؟ تعتقد الشخصيه الكاظمي يمتلك هذا الكاركتر الكاريزما لمحاسبه الغائب الطوعي عن العقود عن الخرق الدستوري عن التعيينات احسنت بالضبط المناصب بالضبط نعم بالضبط بالضبط مو تعيينات الناس يعني صح. حكومه كامله سيستم كامل وزراء يعني بشكل كامل. اليوم هنالك اخطاء بالجمله نعم. والمشكله الاخطاء محدده سواء كانت من قبل البرلمان من قبل الجهات الرقابيه نعم قد يكون الـ 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 المزاج العام الوضع العام اليوم في ظل هذه الظروف قد لا تسمح. عمليه الترحيل لا تعني عمليه الغاء. نعم انا اليوم استاذ احمد نتحدث عن مستوى الأولويات. نحتاج أولا أن نحدد أولوياتنا في العمل، من أين نبدأ؟ نبدأ من محاسبة الفاسدين لو نبدأ من تجاوز جائحة كورونا، نبدأ بمعالجة الإشكالية الاقتصادية، لو نبدأ نبدأ بمحاكمة قتلة المتظاهرين زين. نبدأ بسد الثغرات الأمنية اليوم اللي بدأت داعش تستغلها وبدأت تتحرك وبدأت تتحاول عليها. إذا نحتاج أن يكون هنالك ترتيب أو تحديد في سلم الأولويات علما يعني أن الهدف الرئيسي يفترض اللي يعني تقوم به حكومة السيد الكاظمي هي التهيئة للانتخابات مبكرة. وبالتالي أنا أقول أن الملعب تعود المحاسبة الحقيقية هي من قبل الشعب من قبل المواطنين من قبل المتظاهرين من قبل الناخبين الذين يعني اليوم عليهم أن يعوا جيدا ما الذي فعله هؤلاء السياسيين، كيف تعاملوا معهم، كيف يعني سحقوا على أحلامهم وعلى مطالباتهم لأغراض شخصية لنزوات
زعماء كتل. لكن الشعب ايضا دكتور مناف يتحمل مسؤوليه هذه الطبقه ومسؤوليه وهذا الجيل إذن الخط إذن الاول. اذا استاذ احمد، اليوم على الشعب ان يقوم هو بالتغيير. اليوم الانتخابات القادمه اذا ما تمت، لابد ان تكون هنالك حمله حقيقيه لتثقيف المواطن العراقي باهميه ذهابه وباهميه التغيير، مو فقط ذهابه. لابد ان يعي المواطن العراقي انه هو من يغير بقي. يعني اذا لم يغير المواطن هذه الوجوه، هذه يعني هذه القوى اللي اليوم تتمسك بالسلطه وترفض ان تخضع لا للقانون ولا للدستور ودائما ما تتجاوز، اذا لم يساهم المواطن الناخب العراقي مساهمه حقيقيه واقعيه، باعتقادي كل القوى وكل الشخصيات وكل الحكومات لن تستطيع ان تحاسب بقدر يعني بالقدر المطلوب او بالشكل الحقيقي والواقعي. إذن الان ننتظر، اولا نحتاج أن تشكل هذه الحكومة، بعد ذلك ننظر إلى مستوى الأولويات. ممتاز. مع مسألة مهمة وهي بقاء الثورة، بقاء المد الثوري، بقاء وجود المواطن كمشارك، مشاركة حقيقية في عملية صناعة القرار. ممتاز. دكتور عفوا أستاذ كريم، بهذه الظروف بهذه الأجواء احنا تعودنا أنه في كل جلسة يعني ايضا تتغير اسماء، ترفع اسماء في اخر باللحظه الاخيره، هذا ماذا يعني؟ يعني هذا مو يعني انه لا زال الشد والجذب، لا باقي الخلاف مستمر، مزاجيه الاطراف السياسيه تطغى على مزاج المكلف السيد الكاظمي. استاذ كريم، ليش باللحظات تحسم الامور هو اولا او تتغير قواعد اللعبه؟ مصيبه التصويت لم تكن في الساحات، ما تكون في بيوت الشعب العراقي حتى يعرب عن موقفه. في مجلس النواب اللي تقوده كتل، تقوده مصالح، تقوده أنانيات. لكن اليوم خلينا نتكلم بواقعية. نجاح السيد المكلف هو بتضافر الجهود، بعيدا عن الإملاءات، بعيدا عن الفرض، بعيدا عن الضغوط، بعيدا عن الشروط. أعتقد هو الآن مع مجموعة متبلسة ومتمرسة في الاستحواذ والهيمنة والتمادي على الشعب العراقي. اليوم مع الأسف ابتعدوا كثيرا عن الشعب العراقي. أنت من الساعة ما أدري طرحته قبل لحظات، أنه لا نرمي أي خلل على الشعب العراقي. لا أستاذ كريم، ما نريد ندخل هذا الجدل. أول، الشعب العراقي لم يقل لهم زوروا، الشعب العراقي لم يقل لهم خربوا، لم يقل لهم احرقوا. لا بس الشعب العراقي اعطاهم شرعيه. لا ما شارك الشعب، ما شارك عنده عزوف. بس خلنا نخدم سيدنا، بس سمحت لي. الشعب ماذا اراد؟ يتحدث عن فتره من 2003 لليوم. الشعب اليوم اراد ان يعرب. كم دوره انتخابيه صارت؟ اليوم اراد ان يعبر عن مطالبه. طلع الشعب لو لا؟ طلع. ماذا كان رد الفعل؟ هو احنا هو هاي المشكله. اليوم احنا بصراحه اليوم يعني تكالبت كل القوى، الشيطنه والمكر والغدر على هذا الشعب، لذلك دفع الثمن. يعني الشعب ما شاف راحه، لذلك بصراحه اليوم لو شايفه قياده تستطيع النهوض بالشعب يقف مع الشعب. اليوم الانتخابات لم تكن واقعيه، والا هذا الغضب الشعبي، ماكو رضا شعبي. لذلك اليوم علينا تصحيح المسار، وحقيقة اليوم مسؤولية السيد الكاظم معقدة وصعبة، ولذلك أعتقد عندما يتم التمرير حينئذ يستطيع أن يمارس، ولكن بمساعدة القوى السياسية. القوى السياسية طبعا بصراحة نجاح السيد الكاظم هو نجاح لها ونجاح للعراق، تنفيذ الإصلاحات وتصحيح المسار لصالح الجميع. البعض انغمس بالمصالح والأنانيات، يفكر إلا بمصالح، لذلك كان يتمنى أن يعيش على الفوضى. يعني بعض القوى مع الأسف تساعدها بعض القوى الجوز الخارجية، لا تريد العراق إلا ضعيفا هزيلا. كل القوى السياسية أغلبها اللي دمرت العراق حتى يكون العراق محتاجا. اليوم مع الأسف هناك قوى تعيش على الفوضى، لذلك القرار عندما تكون دولة تقوض مصالحهم، تحجم وجودهم، تقزم أنانيتهم. لذلك هم يريدون البعض لذلك جلس صار له يمكن عبد المهد من قدم استقالته كم شهر؟ خمسة أشهر. معقولة ورا 5 أشهر هاي جرجرة؟ إذن البعض لا يعيش إلا في ظروف الفوضى. اليوم احنا فرصة السيد الكاظمي أن نستعيد الوطن. حقيقة يستطيع، لكن بمساعدة الشعب العراقي. طيب
استاذ مناف، اليوم شلون انا كمكلف ثالث كسيد كاظمي شلون اقدر اشتغل في ظل وجود فروض وشروط ومزاج؟ شلون انا اقدر احاكم؟ شلون اقدر اسوي انتخابات؟ خلي اجاوبك دكتور مناف، شلون اقدر اسوي انتخابات في ظل وجود ازمه ماليه، ازمه تظاهرات، ازمه صحيه، ازمه تعيينات، بس انا مكبل سياسيا، بمعنى متى سيخرج السيد الكاظمي من دائرة المزاج الحزبي السياسي من الخط الأول؟ لا هو يعني احنا خلي نتحدث بصراحة. اليوم صحيح في يعني في ضغوطات حزبية، صحيح ان يعني ان الكابينة هي غير مستقلة بشكل كامل، نعم، مسألة طبيعية. يعني ما اعتقد انه في دولة في العالم، دولة ديمقراطية، تستطيع ان تشكل كابينة بعيدا، بما ان النظام نظام برلماني، نعم، مو نظام رئاسي، بالنتيجة انت تخضع لهذا. عندنا احنا خطا ما عندنا كما في بقية دول العالم، يعني عندنا معارضة وعندنا حكومة بهذا بهذا الشكل. الكل يريد ان يكون في الحكومة والكل يريد ان يكون معارض في نفس الوقت. شلون هاي؟ ياخذ حصته من نانا ويطلع ويا المتظاهرين من نانا. يعني هذه مشكله خطيره. حتى بالنتيجه هو يريد يتخلص يعني على براس الحكومه. اني احنا ما لنا علاقه، احنا طينا شو اسمه. لكن ايضا اليوم الاسماء اللي مطروحه هي مو اسماء حزبيه. نعم جاءت تنسيق. احنا خل بس لا اسمح لي، تفضل. اليوم بدينا ننتقل مراحل تدريجيه. في السابق كانت الحكومه عباره عن ممثليات لحزبيين موجودين. اكو بعض الوزراء كان يعتبر نفسه اعلى حتى من رئيس مجلس الوزراء، لان هو بالنتيجه يرى وضع الحزبي هو اصلا يقول انا جبت رئيس وزراء او بالفعل يعني هو يتحدث في هذا الشكل. اليوم لا، الحكومه نعم هي يعني هنالك تدخلات أو تم رفع هذه الاسماء من قبل يعني بعض الاحزاب، لكن الاسماء الموجوده مو حزبيين. وهذه مساله مهمه. تحسب لمن؟ يعني تحسب للمتظاهرين. ها ها. طبعا للوضع العام هذا بالنسبه ضغط الجماهيريه ادى الى ان يضغط على المكونات للتنازل عن هذا. قبل المكون ما يتنازل لحد الان. هسه احنا عندنا الاخوان، خلينا نتحدث بصراحه، الاخوان الكرد مثلا لحد الان يصرون على التسميه. نعم. يعني يريد يفرض اسماء، ما يريد ويريد اسماء حزبيه. يقول لك احنا نريد ممثلين حزبيين في الحكومه. بالنتيجه نتحدث عن تطور. اليوم المشكله اللي واجهناها في حكومه السيد عادل عبد المهدي، نعم كان هنالك وزراء مستقلين، لكن كانت مشكله مثلا مدراء المكاتب. وهذا الكل يتحدث بها، انه الحزب ياتي بوزير مستقل ويضع مدير مكتب هو الذي يتحكم بالوزارة وهو يتحكم بالقرارات. وبعض الأخوان السياسيين في الخط الأول تحدث لي عن حادثة مضحكة. قال يعني جاء بالخطأ، يعني كان في كتاب، فجاء في الخطأ الهامش الكاتبين القوصة مثل ما يسموها الكاتبيها بالوزير حتى يهمش عليها، فجاي يعني ما شايلها، باقي الطلب. الوزير يكتب حسب مزاج وحسب تعليمات مدير المكتب. نحتاج في حكومة السيد الكاظمي أن نتجاوز هذه المرحلة. إلغاء المكاتب، يعني إلغاء دور مدراء المكاتب الحزبيين أو هذه الهيمنة. إذا استطعنا أن نتجاوز من هذه المرحلة، استطاع السيد الكاظمي أن يتجاوز، أو استطاع الوزراء أنفسهم. نعم أنا ما يخالف أنت تعال وزير خلي تجيب الكتلة الفلانية، بس مو معنى أنه تكون منبطح بشكل كامل. ومو معنى أنه صارت إقطاعيات دكتور مناف في حكومة عادل عبد المهدي، صارت إقطاعيات ومدير المكتب للأمانة للأمانة الإقطاعيات والأخطاء حدثت بعد الاستقالة. يعني في البداية كان هنالك سيستم جيد، كان هنالك دكتور مناف. شلون لا اذا مو شلون بالله بدي لي شنو؟ لا احنا غير نحكي في بالامان. لو اكو سيستم قوي طلع لا مو قوي مو قوي عفوا مو قوي انا ما بدي احكي على قوه الجسم، لكن اقول يعني ما كانت هنالك يعني فرصه لا للوزراء ولا
في يعني في عمليه استغلال الموقف. احنا اليوم بدنا نقول اكو عقود بدها توقع بعد فتره الاستقاله، تعيينات مثل ما اشارها السيد كريم النوري مناصر. على يعني الدرجات الخاصه والعليا والول بطريقه غير قانونيه مخالفه مخالفه الماده 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فيها عمليه استغلال للمنصب او تجاوز على الصلاحيات. يعني اليوم لو نظل نسالف الحلقه كلها يمكن ما تكمل متى. لكن فبالنتيجه اليوم على السيد الكاظمي وزراء السيد الكاظمي ان يكونون بقدر المسؤوليه الموجوده ممتاز. في مساله مهمه اذا سمحت لي اقل من دقيقه، اليوم ايضا الوزراء عليهم ان يتعظون من تجربه الحكومه السابقه ويعلمون بان المواطنين اليوم بداوا يقفون على الابواب. نعم. ينتظرون ويتابعون ويعني سوف يكون صوتهم عالي امام اي خطا يحدث جي. فبالتالي اليوم على الوزراء ان يعني يعملوا على اعاده الثقه ما بينهم ما بين الجماهير جي. ان يعملوا بطريقه وطنيه. نعم ممتاز. نعم يعني نتحدث عن وجود اشكاليات كبيره، المهمه صعبه، لكن هم قبلوا ان ان ان, أن, أن يعني يتحدوا هذه المشكلة وقبلوا جي. أن يكونوا متواجدين لحل هذه المشكلة. فعليهم أن يكونوا بمستوى المسؤولية ممتاز. وعليهم أن يعلموا جيدا طيب. بأن القوة اليوم للمتظاهرين للمواطنين وليست واضح. للأحزاب التي جاءت فيها. إذا سارت الكرام فقط نذكر بهذه الأخبار العاجلة. نواب البدلاء حقيقة هناك تأدية أدوا اليمين الدستورية لبعض النواب المستبدلين واللي تم حقيقة تقديم استقالاتهم أو البدلاء اللي أصلا مداموا كانوا بدلاء. الآن قرأت المنهاج الحكومي من قبل السيد المصطفى الكاظمي. يا شباب الآن السيد الكاظمي يعتلي المنصة ويعلن ويقرأ عفوا عن منهاج الحكومي داخل القاعة البرلمانية. وأيضا سارة الكرام تحدث رئيس مجلس النواب قبل قليل أن الحكومة الجديدة ستكون أو تمنى أن تكون الحكومة القادمة قادرة على حل كافة الإشكاليات الاقتصادية والمالية. يا شباب الكنترول جهزونا مراسلنا جابر حتى يعطينا آخر المستجدات من داخل قبة مجلس النواب بعد ما أرجع لي الأستاذ كريم النوري. أستاذ كريم الأجواء إلى الآن إيجابية داخل القاعة البرلمانية ويبدو أن السيد الكاظمي فعلا في طريقة لتطبيق المنهاج الحكومي. تعتقد الأدوات عدا الوزارات أدوات الشارع والوزراء كافية عفوا ولا في أدوات أخرى غائبة عن المشهد برأيك؟ لا وبالتأكيد كل الحكومات السابقة كانت تتشكل من مصالح حزبية. اليوم نحن نفكر كيف نشكل الحكومات وفق المزاج الشعبي وتتناغم مع الشارع العراقي، هناك تخادم مع الشعب العراقي. لذلك أعتقد الفرصة الكبيرة أن الشعب العراقي اليوم واعي لديه كبير، لا يمكن أن نفوت عليها أو نستعطف مشاعره نتناغم بطريقة خاطئة. اليوم الشعب العراقي يعي حركته، ولذلك هو اليوم بصراحة متوثب. وأنا أحذر إذا لم يتدارك الموقف ويبدأ خطوات صحيحة على مستوى الشارع فإن العراق كله سيتحول ساحة التحرير وساحة الصدرين وساحة الحبوب. نعم لأن الشارع بعد لا يطيق هذه المماطلة والمغالبة، هاي الأساليب التي حقيقة تم محاولة خدع الشعب العراقي هاي السنوات كلها. اليوم الشعب العراقي لا يستطيع أن يستمر إلى الأبد، لذلك هي فرصة أمامهم لتصحيح المسار وعودة جديدة. اليوم عندنا هواي مشاكل على الله الكاظمي. أيوة. عندنا أكو كلام ما نريد نخوف الناس، لا أقول حول طبيعة لا يعني اليوم الوارد النفط عندما يكون الأسعار هابطة وإحنا نظامنا ريعي متوقف عن النفط فأكو مشكلة ومخاوف من الرواتب القادمة. زين هذا اللي إذا ما يشوف عنده راتبه وقاطعين من راتبه شي يسوي؟ بالنتيجة عندنا جائحة كورونا اللي بقدرة قادر الله قاعد شيء مشيها. ثانيا عندنا أزمة حقيقية على مستوى الصحات، عندنا الشارع الآن يغتهب. إذن أكو فرصة الآن للمصالحة والتصحيح. جي. يبدو الآن اليوم على القوى السياسية أن تقف بقوة مع السيد الكاظمي من أجل تمريره من أجل نجاح المشروع، وكذلك يجب أن نلتفت إلى الشعب العراقي. طيب. لدينا تضحيات، لدينا شهداء جي. لدينا مطالب
لذلك انا الحقيقه ليس فقط العمل على الانتخابات المبكره. طيب. ممتاز. اسمحوا لي انتقل ايضا سادات الكرام الى مراسلنا جابر جمال. جابر، شنو الجديد حتى هذه الساعه؟ نعم أحمد، حتى هذه اللحظة يعني يستمر السيد المكلف بقراءة المنهاج الحكومي على مسامع السادة النواب الحضور، كذلك في يعني بداية الجلسة تم التصويت على بعض النواب، استبدال عدد من النواب المنقطعين عن الجلسات، تتحدث عن السيد حسن عباس شوير بدلا من السيد اياد علاوي، كذلك ريزان دلير بدلا عن السيد ميران عباس، وكذلك السيد علي غرقان بدلا عن النائب محمود عبد الرضا طلال. حتى هذه اللحظة يستمر السيد المكلف باستعراض كابينته الوزارية على النواب، كذلك يستمر الرفض. في هذه الأثناء هنالك مؤتمر يعني في القاعة في الدائرة الإعلامية، مؤتمر للنواب التركمان بشديد اللهجة صراحة أحمد، بعد استبعادهم من الكابينة الوزارية تحدثوا عن في حتى الساعات الأخيرة هنالك يعني توافق على اختيار رئيس أو اختيار وزير من داخل الكتلة من النواب التركمان، لكن في اللحظات الأخيرة تم استبعاد الوزير من قبل قادة بعض الكتل السياسية كما أكدوا. أيضا عرضوا هذه المظلمة كما تحدثوا للسيد المكلف، وقال لهم بالنص بحسب ما جاء على لسان السيد أرشد الصالحي أن الكتل السياسية هي من استبعدت النواب التركمان أو من يمثل عفوا التركمان في الكابينة الوزارية. كذلك أيضا يؤكد دولة القانون في هذه اللحظات أصدر بيان برفضه القاطع للتصويت على حكومة السيد الكاظمي، يتحدثون عن الموقف الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات كما جاء في البيان الذي صدر قبل دقائق من الآن، لكن بنفس الوقت هنالك إقبال وهنالك توجه من كثير من الكتل السياسية كما تصلنا من معلومات في التصويت لصالح السيد الكاظمي. أيضا تحالف المدن المحررة سيصوت، انضم إلى يعني سلك المصوتين أو إلى قائمة المصوتين على حكومة السيد الكاظمي، إضافة إلى نواب البصرة الذين كانوا معترضين كما ذكرت لك قبل قليل بعد حصولهم على تطمينات وضمانات من السيد المكلف باستيزار وزير من هذه المجموعة أو نواب البصرة تحديدا لوزارة النفط. طيب جابر ارجع لك جدة طبعا احمد، ونحن بانتظار مزيد. شكرا جزيلا من التفصيلات. اكيد راح يعني تبقى ويانا ان شاء الله على طول الحلقه لحين اتضاح المشهد بالكامل. مبدئيا اشكرك زميلي دكتور، ذكرت نقطه جدا مهمه انه المزاج الكردي في هذه في كل التشكيلات طبعا هناك فرض اسماء معينه، يقول لك نحن من نحدد ومن نرشح ومن نعين. حقيقه كيف يمكن تجاوز السيد المكلف هذه الرغبات، وكيف يمكن أن يجمع بين هذا المزاج وبين هذا المزاج وبين هذا الطرف وبين الطرف؟ السيد المكلف اليوم عنده كابينة، قدم هذه الكابينة. الحقيقة الواضح لحد هذه اللحظة أنه السيد المكلف ملتزم بمعايير أساسية ثابتة، أولى هذه المعايير مثلا التي تتفق عليها الكتل السياسية والمطالبات الجماهيرية هو أنه لا يتم إعادة أسماء من الحكومة السابقة، الحكومة المستقيلة. هذه مسألة مهمة. هنا ربما المشكلة مع بس أكو رغبة بإعادة التكليف الثاني لفؤاد حسين على سبيل المثال، وهذه المشكلة. لذلك مثلا اليوم الحديث عن أن الوزارة اللي يفترض أن تكون مخصصة للسيد فؤاد حسين قد لا يتم التصويت عليها، يعني تبقى مؤجلة. تؤجل يعني. اي تؤجل. هم يمرون حتى يعني واحد. من تتأجل دكتور مناف حبيبي؟ من تتأجل يعني شنو؟ يعني اكو مزاج كردي فارضه بقوه. واضح واضح. شلون يقدر يتجاوز؟ التجاوز اولا، تجاوز سيد الكاظمي يعتمد على مسألتين رئيسيتين، اليوم بالذات يعتمد على وجود توافق وطني من قبل برلمانيين. اذا يستطيع السيد الكاظمي الحصول على تأييد او الوصول الى يعني الى توافق او الى تصويت وطني، يعني يستطيع بعض النواب الخروج عن عباءات مكوناتهم زعاماتهم، بالتاكيد يستطيع ان يعمل. لكن اذا 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 تبقى هذه الضغوط موجوده طبعا راح يكون وضعه مثل وضع السيد محمد توفيق علاوي او حتى مثل وضع السيد الزرفي. نعم. بالنتيجه
عملية ترحيل الوزارة معنى استمرار الحوار والمطالبة بأن يتم تغيير هذا الاسم باسم آخر يعني يكون مستقل يكون قريب يكون والحوار أعتقد إذا, إذا 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 السيد الكاظم اليوم تم التصويت على يعني حصل على العدد الدستوري اللي يتمثل بالنصف زائد واحد أعتقد حتى موقفه في الحوار يكون أقوى لأن بالنتيجة صارت حكومة قانونية دستورية بس صوت ولا ما يعني تخف عليه الضغوط بشكل أو بآخر هذا أولا العامل الأساسي الثاني اليوم واللي نتمنى أن يكون طبعا احنا قلنا نحتاج 100 يوم الأولى نتابع بها أداء السيد الكاظمي أداء حكومته بالنتيجة أيضا اليوم يحتاج السيد الكاظم إذا ما أراد أن يعمل تغييرا حقيقيا إذا ما أراد أن يحاسب إذا ما أراد أن, 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 أن يقدم أو أن, يت أن, أن, أن يتعامل مع المطالب الحقيقية المتظاهرين يحتاج أيضا أن يكون هناك دعم جماهيري ممتاز طيب أستاذ كريم قبل قليل يعني قبل الدخول إلى القاعة البرلمانية كان المقاطعة واضحة حتى في بيان تحالف المدن المحررة الآن يبدو أنهم أقنعوا نواب تحالف المدن المحررة هذا التشكيل السياسي السني الجديد تعتقد اليوم السيد الكاظمي أرضى أغلب التحالفات السياسية من ضمنها السنية تحديدا حتى يدخلون قبل حقيقة يعني إحنا أمام ترضية أمام توازن موجود من قبل السيد الكاظمي هو بصراحة استفاد من مثالية السيد المهندس محمد توفيق علاوي عندما أراد أن يطرح حكومة مثالية من خلال استبعاد الكتل السياسية وكأنما سيصوت له في الساحات وأيضا استفاد من واقعية وصراحة السيد الزرفي الذي ربما البعض أصابه الرعب أنه سيغلب الطاولة عليهم لكن اليوم هو صار ذكي بصراحة باعتبار رجل مخابرات ويمتلك وعي لكن بصراحة اليوم قضية مرور السيد الكاظمي ليس كافية وإنما أمامه تعقيدات كثيرة أمامه صعوبات اليوم إذا تجاهلنا ليش صعوبات صعوبات جدا لأن اليوم الواقع يعني العراقي يعني عفوا هو ذاهب باتجاه حتى دي يقول هسه الآن دي يقول نرفض أو سأعمل للتحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة واجبه هو الأساس احنا جبناك الكتل السياسي عفوا وقال نرفض استخدام أرض العراق كساحة للاعتداءات جيد هذا يقال حلو هالكلام لكن بالواقع نعم. لا أستاذ أحمد بالواقع شنو بالواقع انتخابات تصير أولا أنا شخصيا وكل الأخوة أعتقد السيد يتفق وإنت أيضا لا نريد انتخابات مبكرة ضمن هذه البيئة الخوف والرعب يعني راح تريدنا إنتاج نفس يعني نريد بيئة آمنة لا يكون هناك تهديد لا يكون هناك تزوير لا يكون هناك حرق هذا يحتاج هيبة الدولة السيد كريم كأنما دكتورنا الحبيب السيد كريم عوارك قاعد خارج العراق لا هناك لا كتل سياسية متنفذة لا تمتلك السلاح إلى على شلون تسوي انتخاب من يقضي عليها أستاذ كريم إذا هاي أنت مو قلت لك صعوبات ما قبلت من هو قلت لك يواجه صعوبات قلت وين الصعوبات لا عفوا الصعوبات إذا دخل بهاي الزاوية لا أقول لك أنا بس إجراء الانتخابات إجراء الانتخابات أبو حاتم إجراء الانتخابات عزيزي هو واجبه خلاص بس يعني بس انتخابات بدون بيئة آمنة من هو البيئة الآمنة شلون يقضي عليها بعد أنا ها ايه قول لي اولا اسمح لي اول فرض هيبه الدوله ان تكون هناك تنظيم علاقات يكون السلاح حقيقه اليوم السلاح الملفلت تخويف الناس ترهيب الناس هاي مو طريقه اليوم انت بصراحه البعض يتبع الاحزاب ليس حبا بها خوفا منها شوف في مساله مهمه يعني انا والسيد كريم كنا حاضرين يمكن باول لقاء ويا السيد الكاظمي ماكو احنا كلهم فلا كان مهم هو ربما كل واحد يجي لا استاذ كريم ربما ان شاء الله السيد كان من اللقاء الاول مع المكلف يعني احنا كنا دائما نحضر بعد التكليف نلتقي برئيس الوزراء ماكو لكن لكن هذا هاي اول مره نحضر في مرحله التكليف تحدثنا عنها وقبل الاعتذار لا ان شاء الله بعد التصويت طبعا فكان هنالك الحديث عن هذه الإشكاليات حقيقة وأعتقد كانت هنالك رؤية صحيحة لدى السيد الكاظم في هي المشكلة اللي نتحدث فيها في مزاج عام اليوم لدى المواطن لدى المرجعية لدى بأن يتم حصر السلاح بيد الدولة السلاح موجود عند فصائل وعند كتل سياسية لديها أجنحة سياسية يعني كيف يتم حصر هذا السلاح
حتى نتحدث اتحدث لك عن رؤيه السيد الكاظمي بهذا المساله. رؤيه السيد الكاظمي قال نحن نعمل على مسالتين اساسيتين، اولا نحتاج ان نبني علاقات اقتصاديه دبلوماسيه مع الدول اللي ساعدنا في عمليه التحرير، يعني مع التحالف الدولي. نطلب ان تخرج هذه القوات مقابل ان تاتي استثمارات وشركات من قبل هذه الدول، حتى من يعني ما نكون شو اسمه يعني ما نكون ظالمين او 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 احنا مو اعداء لهذه الدول، بقدر ما انه المرحله انتهت اليوم ان شاء الله ونحتاج الى اعاده بناء جديده. خروج قال اذا استطعنا ان ننجح في الحوار مع التحالف الدولي واستطعنا ان نغير يعني او ان نبني اتفاقيه جديده، قال نستطيع ان نبدا بالحوار مع الفصائل ومع الاحزاب اللي تمتلك اجنحه مسلحه، باعتبار اليوم انه هذه الفصائل تقول بما انه هنالك قوات اجنبيه داخل الاراضي العراقيه احنا ما نقدر نترك السلاح، لان هذا مثل خطر بالنسبه لنا. خروج هذه القوات قد يساهم مساهمه كبيره في اقناع هذه الفصائل بالتحول من فصائل مسلحه الى منظمات سياسيه الى يعني احزاب الى 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 اخره، وبالتالي محاوله جمع السلاح بيد الدوله. طبعا مثل ما تفضل السيد كريم ما اعتقد المهمه سهله، ولا اعتقد هم قد يعني يقبلون بهذه السهوله، لكن بالنتيجه مو مستحيله. اليوم بالتاكيد يعني هذه هو هنا راح نشوف السيد كاظمي، دور السيد كاظمي، مقدره السيد الكاظمي على ترجمه هذه الاقوال الى افعال حقيقيه. ممتاز. بالتالي هذا بدنا نتحدث وصولا الى انتخابات. اذا استطاع السيد الكاظمي اليوم ما اعرف انا نشبه ربما بعد احداث الدواعش نشبه بين مرحله حكومه 2014 اللي قادها السيد العبادي واليوم حكومه 2020 اللي قودها السيد الكاظمي. اكو مواصفات مشتركه، يعني السيد العبادي مثلا استلم ثلث المناطق محتله من قبل الدواعش، استلم ميزانيه خاويه، يعني باول لقاء السيد العبادي قال انا عندي 3 مليارات فقط استلمت، مع العلم انا احتاج رواتب 4.5 مليارات، يعني عندي نقص 1.5 مليار. وايضا هو سلم عادل عبد المهدي الغائب الطوعي 17 مليار من خزينه الدوله قبل الاغادره. لا اكو اكبر من هذا، اليوم ايضا الغائب الطوعي على ما يبدو راح يسلم تراب، يعني حتى 3 مليارات ماكو. ماكو اليوم الحديث عن مشكله خطيره، رواتب الشهر القادم كيف سيتم توفيرها، او وهذا اول تحدي ربما يواجه السيد الكاظمي. اذا وجود أزمة اقتصادية كبيرة، وجود عدم وجود سيولة نقدية، وجود مشكلة أمنية، وجود هذه المشاكل اللي تحدثناها، جمع السلاح. اليوم السيد العبادي باعتقادي نجح في الفترة السابقة بمسألة أساسية ومهمة، إذا اسمح لي أتحدث فيها بنص دقيقة. يعني أرجع له، عندنا وقت طويل. أي نعم. أقبل هذا. السيد الكاظمي اعتمد على بناء علاقات دبلوماسية مع الجوار يعني الجوار الإقليمي والجوار العربي والجوار ومع يعني المجتمع الدولي، واستطاع أن يبني علاقات دبلوماسية، استطاع من خلالها أولا الانتصار في معركة داعش، وأيضا تجاوز الأزمة الاقتصادية الموجودة بها. السيد الكاظم اليوم إذا استطاع أن يمتلك نفس يعني نفس القدرة أو نفس العلاقات الدبلوماسية، وأن لا يميل إلى محور معين، وأن يبقى العراق يعتبر لاعبا محوريا أساسيا، لا نريد أمريكي ولا نريد إيراني ولا نريد تركي ولا نريد سعودي، نريد عراقي يعمل بالمصلحة العراقية ويعمل لمقتضيات المصلحة العراقية، لكن قادر على بناء علاقات حقيقية بين هؤلاء. طيب. الخصماء. ممتاز. أعتقد ممتاز. من الممكن أن يستطيع أن يتجاوز هذه الإشكاليات. أستاذ أبو حاتم، حقيقة ذكر نقطة جدا مهمة دكتور مناف، أنه سيد العبادي استلم في فترة أمنية كانت استثنائية جدا، واستلم أيضا في وضع مالي واقتصادي صعب حقيقة. الآن السيد الكاظمي استلم في ظل وجود عوائل تنتظر من يحاسب دماء أبنائه، صح؟ واستلم يعني تراكمات من الفشل الحكومي والترهل الوظيفي والفساد الكبير. زين، استلم فصائل زادت في الحشد الشعبي، زادت عن عددها، يعني من 128 ألف في ذروة داعش إلى 180 ألف منتسب ضمن هيكلية الحشد الشعبي.
شلون راح يقدر أن يوازن أن يعيد يعني بالنص هيبة الدولة في ظل وجود سلاح مثل ما ذكرت جنابك، في ظل وجود أزمة اقتصادية، في ظل وجود دماء سالت ولا زالت في ساحات التظاهرات؟ نعم بالتأكيد اللي ذكرته هي مخاطر حقيقية. زين. لكن يبدو الحل خطوة خطوة. نبدأ بالممكن والمعقد يترك خطوة خطوة. لذلك اليوم التفاهم مع قيادات العراق والدول الإقليمية، تنظم العلاقة مع الدولة مع الجمهورية الإسلامية، تنظم العلاقة مع الدول مع تركيا، يعتقد التفاهمات مع الدول العربية طبعا العربية اليوم. نعم. بصراحة اليوم خلي يصير التنافس بالعراق هو تنافس اقتصادي، تنافس صحيح. سياسي صحيح. او تنافس مكوناتي، انا ادعم السنة وهو ادعم الشيعة، تنافس فرض قوة. لا دكتور اكو فرض القوة موجود، هو قصدي شلون يتجاوز. نعم. السفارة. نعم. ممنوع اي صحيح. تواجد امريكي شلون تقنع كارم شو راح يقنع الجماعة؟ لا وحده. اليوم احنا خلينا نتحدث بشكل واضح، رئيس وزراء عند هو القائد العام للقوات المسلحة، عندما تكون هناك تشكيلات بأمرته اليوم مثل جهاز مكافحة الإرهاب ما يصدر بيان يقول يا احنا نرفض الزرفة والكاظمي، ما له علاقة. فيجي يتفاهم وياهم، يا انا هاي القوات ضمن المحسوبية على بأمرتي، ايه انتم يا اخوان الاحزاب الامر الديواني 237 هو تفعيله والاحزاب يا انتم احنا الاحزاب نظام الاحزاب ماكو حزب عنده تشكيلات مسلحة، فانتم لعدكم متطوعين يجون وياي بالدولة العراقية وأمن معيشتهم وبيوتهم. ما نجوا وياك عمي. لا يجون. ما يجون. يقول لك يا أنا أقول لك ناس يعني الدولة بس اسمح لي. الدولة ندخل في قضية يعني لا التقليد ما تقليد بس اسمح لي مو أنا كلام الدنيا دكتور مناف سؤالي واضح ترى هناك فصائل تقلد أبو حاتم هناك فصائل تقلد يقول لك أنا عندي قناعة ما يمنع قناعة عسكرية وقناعة إيمانية وفكرية وعقائدية ما اتبع لك ما اريد راتبك عمي انا فصيل مقاوم إيه إذا ما راح يهرجني بس لا اذا اسمح لي هو في مساله مهمه تفضل دكتور انت لا ما تريد تدخل وياه بالمؤسسه يعني شنو تصنيفك تعريفك شنو انت مواطن يجب ان تخضع للقوانين الدوله العراقيه اذا انت مواطن انت حزب سياسي يعني قانون الاحزاب يمنع انه تمتلك فصيل مسلح في السابق كانت هنالك ظرف استثنائي كانت هنالك دعوة من المرجعية بالجهاد الكفائي كانت هنالك اليوم هذا تجاوزناها قالوا الأحزاب هو يعني هو 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 اللي يحكم نحتاج فقط أن تكون هنالك إرادة حقيقية إرادة وطنية من من يعني من القائد العام القوات المسلحة بالتالي الحوار من الممكن أن أنت اللي تقول صدقني أكو إرادة دكتور من أكو إرادة لكن تعنت بعض الأطراف ما نزل هذا ليش تعنت ليش تعنت أي دكتور لأن دي يتخوف عنده مخاوف حقيقية من 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 الآخر من لا لا من وجود قوات أجنبية في العراق ما يعني تسبب الى الارباك بالنتيجه تسبب الى الخطر يعني انت يحصل على اذا يحصل على ضمانات حقيقيه اذا تخرج هذه القوات بعد يعني بعد ما يبقى عنده عذر يبقى وضع صحو تسحب الاعذار اولا استاذ احمد شكرا دكتور مناف نعم. اليوم اذا انسحبت القوات الامريكيه ضمن امر مجلس او اتفاقيه جديده فبعدين ما راح يصير عذر عندي يعني احمل سلاح واقاوم من غير اقاوم الامريكان منسحبين حينئذ يصير تفاهم مع الاحزاب تعال اخوان نتفاهم انتم حزب لو عندكم فصائل الفصائل تنحسب على القوات المسلحه شلون جهاز تامن معيشتهم رواتبهم الدوله هي معنيه صدقني عندما يجدون ملاذا والدوله قويه ومحترمه اليوم بالصراحه لانه الدوله منتهيه والقضاء ما مؤثر اذا تصير مشكله يروح للعشيره يروح للحزب الفلاني يابا انا مطلوب فلوس ارجعوهن لي هذا ليش راح للحزب الفلاني وراح للعشيره لا بقانون طبعا لم يجد قانون سلطة القانون صحيح اليوم اذا شفتوا عندنا فيديوهات احد الشباب متحدث في الفيسبوك على احد كبار عشائر راي تنكلوا بي بطريقه لا تليق هذا لازم فرض الدوله طبعاً تحدثت عن هذا مشكله يعني يفترض خلي من خلال قناتكم في شخص يحمل السلاح ويهدد شخص اخر هذا يفترض اليوم القضاء صدر امر قبض عليه هذه جريمة واضحة بال هيبة الدولة هكذا هذا الغياب يعني يحتاج إلى خطوات فعلية حقيقية يعني مثلا قبل فترة يمكن أعتقد صارت هيك مشكلة أكو فد مواطن أحد يعني أحد أفراد عائلته مصاب
مرض الكورونا وكان يرفض مثلا انه واعتذر بعدين بالبصره. طلع بالتلفزيون وتهجم على القوات الامنيه وهاي جت القوات الامنيه اخذته ورجع هو يعتذر وهو القصد صار البصره. أكو نعم أكو نعم أكو نعم أكو تفاعل. طبعا اليوم نحتاج ان تكون نعم نحتاج حتى على المستوى الاعلامي نحتاج ان تكون مواقف حقيقيه مو صمت مو يطلع هذا يهدد وشال سلاح ويضرب بمواطن لا لازم والله هذا يروح يشتكي لا بلا ما يشتكي هذه جريمه واضحه يفترض ان يكون هناك اجراء. دكتور احنا عندنا مقوله للسيد محمد باقر الصدر يقول الجماهير او الشعب اقوى من الطغاة مهما تفرعن الطغاة. اليوم صدقني رئيس وزراء عندما يكون الشعب معه لا تستطيع اي قوه مهما كانت صحيح. ان تفرض وجودها صحيح. ونفوذها يصير على العراق يصير قوته من المد الحقيقي من الشعب يعني اللي هو مو اعلى من كل السلطات مو منفصل عن الشارع صحيح. اليوم مع الاسف بعض القوى السياسيه بعض الاحزاب منفصله تماما عن الشعب العراقي وتتعامل مع الشعب العراقي كانما ند كانما معارض لها وهي مشكله. لذلك اعتقد نحن عندنا امل ان القائد العام للقوات المسلحه القادم ان شاء الله زين. بعد ان شاء الله المستقيل او السابق يعني يعرض يعني حقيقه الى محاكم طيب. عادله يعني هناك توصيفات حقيقه للسيد المكلف يقول لك هذا صندوق امني مدير جهاز مخابرات ولديه كل المعلومات والتحركات والاتصالات اللي ربما تحرج بعض الجهات اللي تمتلك السلاح والمال والنفوذ. أبو حاتم بهذه السهولة تتنازل الأحزاب وتتنازل الفصائل عن توجيهات وعن أوامر وعن رغبات السيد الكاظمي يقول لك احنا إذا ما نسمع كلامه ربما راح يفتح لنا جبهة قضاء وجبهة ربما خروقات بها وعمليات فساد أخرى وغيرها. يعني تتوقع بهذه السهولة هذا العقلية هذا النفس راح نشوفه في قابل الأيام؟ يقول لك هذا كان مسؤول جهاز أمني ويمتلك الكثير من المعلومات وهاي تنقل هاي الورقة يقدر يلعب لا الورقة هم لا لا ورقة معاكسة نعم. أيضا هو السيد المكلف إن شاء الله القائد العام القادم نعم. أو رئيس وزراء القادم نعم. بالتأكيد يرى هذه النقاط هي ستكون نقاط ضعف عنده مو نقاط قوة بدليل أنه أحزاب متمرسة عندها علاقات إقليمية تؤثر لديها سلاح بالعكس ربما تحاول إخضاعه لما تريد يعني القضية مو بالعكس هو يضغط عليها قد تكون وسيلة ضغط لكن إذا اعتمده على الشارع العراقي وعلى الأحزاب الخيرة وعلى أبناء العراق أنه نحن نريد عراق آمن من أجل السلم المجتمعي بدون عسكرة نريد عراق بدون استهتار بدون اعتداء على البشر ما أعتقد اليوم أي دولة بالعالم تسمح بالفوضى في بلادها أي دولة في العالم اليوم هاي الجمهورية الإسلامية جيراننا ثق ما تسمح لاي واحد يحمل سلاح خارج الدوله. لا عاد ايش بينا احنا ما تقول لي مو احنا مصيبه احنا مشكلتنا غير مشكله، احنا مصيبتنا من 2003 الى يومنا هذا وضعنا مختلف تماما، مختلف ويتخلف عن العالم كله. تعالوا يا ابي صدقني دول العالم ما تتدخل في العراق لو لم نفتح ابوابنا وبيوتنا صح لو لا؟ صحيح اليوم خليه صعد نحرص على العراق، دعونا نعمل للعراق. والله لو عملنا العراق الخطاب الوطني هذه مسألة مشكلة هذا الخطاب الوطني دكتور أعتقد من مهمة أيضا رجال الدين أولا ورجال التظاهرات والشارع بشكل عام. يعني تعتقد إذا ما عبر إلى بر الأمان السيد الكاظمي تعتقد سيكون للمرجعية الدينية موقف إيجابي وموقف داعم للقضاء على هاي التحديات اللي ذكرها سيد كريم؟ يعني حتى نوضح فد مسألة مهمة، مرجعيتنا في العراق نعم. هي مرجعية مو ولاية فقيه يعني بما معنى أنها تقدم النصح ولا تفرض الأشياء. بالنتيجة أعتقد المرجعية عندها خطوط واضحة في هذا الملف، تعتمد أولا المصلحة الوطنية، تعتمد مصلحة المواطن أساس في الأداء والعمل، وبالتالي يعني هي تدعو من خلال يعني من خلال تأثيرها طبعا تأثيرها الجماهيري ب يعني الالتزام وب يعني محاسبة الفاسدين. كثيرا ما تحدثت في خطب كثيرة وأيضا كانت داعمة يعني للتظاهرات الشعبية اللي حدثت، ويعني لم تكن استقالة الحكومة السابقة لولا تأثير المرجعية وطلب المرجعية. فبالتالي اليوم المرجعية ما أعتقد تتدخل بقدر ما تراقب بالتفاصيل بقدر ما تراقب الأداء.
إذا أداء كان جيد فهو يخد يعني هي مباركة للأداء الجيد ومطالبة به وتحفز على إذا لا والله الأداء بدأ يعني يعمل كسابقاته من الحكومات ويعود إلى يعني يترك الخط الأول اللي متمثل بالمواطنين ومطالبات المواطنين ويتجه نحو مطالبات الأحزاب أو إرضاء الأحزاب، بالتأكيد أعتقد أنه سوف يكون يعني غير مقنع وسوف بالتالي سوف ترفض الجماهير وبالتأكيد ترفض المرجعية. نقول اليوم نحتاج أن نتابع حكومة السيد الكاظمي إن شاء الله. طيب. خلال 100 يوم الأولى، أعتقد 100 يوم الأولى سوف تكون مهمة جدا. جيد. وسوف تعطينا تصورا واضحا من 100 يوم الأولى، هل هذه الحكومة قادرة على تجاوز ما تحدثنا عنه؟ إذا استطاعت أن تبدأ بدايات حقيقية، أعتقد أنها سوف تنجح، وبالتالي يعني اتفق كثيرا مع ما تحدث فيه السيد كريم النوري. طيب. الدعم الجماهيري سوف يكون متواجد وحاضر لدعم هذه الحكومة إذا وجد أن هنالك بالفعل خطوات إيجابية لتصحيح المسار، خطوات إيجابية لمحاسبة الفاسدين، خطوات إيجابية لإعادة بناء الدولة العراقية الموجودة وإعادة بناء الـ يعني دولة المؤسسات، وبالتالي نحن اليوم نريد من حكومة السيد الكاظمي أن تؤسس. نحتاج. طيب. لأن احنا اليوم فقدنا الكثير. ممتاز. من هذه المقومات، ويمكن بشار الخير يعني بشار الخير هسه الآن صوتوا على المنهاج الوزاري يا شباب. يا الله. صوتوا على المنهاج الوزاري بتصويت بالأغلبية، أكيد التصويت للمنهاج الوزاري للسيد المصطفى الكاظمي بداية خير أستاذ خطوة كريم. إيجابية، خطوة إيجابية. نعم. لأنه التمرير حقيقة تصويت المنهاج يعني معناه التمرير كخطوة أنا نتجاوز المرحلة السابقة. المرحلة السابقة فوضوية، وأعتقد أمامه المهمة الأصعب باعتقادي أنا محاسبة الفاسدين، استعادة الأموال العراق، وهذا حقيقة الشعب سوف يصفق له. جمعة عناد وزيرا للدفاع صوتوا له؟ نعم، جمعة عناد الآن حسب ما يذكروا للأخوة يصوت على عثمان الغانمي، على عثمان الغانمي وزير الداخلية. تم التصويت؟ تم التصويت، مجلس النواب يصوت على جمعة عناد وزيرا للدفاع. وصوتوا على المنهاج الوزاري المقدم من السيد الكاظم. يا شباب اسعفونا بالعواجل. يا الله. زين. النائب احمد الجبري ايضا يؤكد ما ذهبنا اليه الان. ضيوفنا الكرام، احنا نمون عليكم شوي نطول الحلقه، الامور طيبه ان شاء الله، ترى الشعب يستاهل. اليوم حلقه وطنيه اصلا ان شاء الله. نتجاوز المرحله السابقه، نتجاوز السحور بس على شرط تسحرونا. ابشر يا حضرنا سحور يا شباب. ابشر ابشر ابو حاتم والدكتور مناف ايضا المحترمين. عمليه التصويت على بقيه الوزارات يعني حسمت الدفاع والداخلية على عكس الدورات السابقة. سيادية. شباب حضروا لنا فاصل فدوة. سيادية. ايه؟ سيادية. يعني وزارة الدفاع طبعاً كانت تؤجل، تذكرون؟ مضبوط صحيح. ايه الخلاف دائما يكون فيها. ايه وهذا الحمد لله هذه مسألة مهمة. تبشر بالخير. نعم. ايه؟ خصوصا احنا اليوم في مشكلة أمنية. بالتالي التصويت على وزراء أمنيين رسالة طيبة. رسالة طيبة، وبالتالي البدء بالتعاون مع هذا البلد. وهم رجل أمن قوة المالية والنفو. ما يخالف هسه خليني أجل اثنين مو مشكلة. مو بدنا الإخبار. طبعاً. الاهم هذا الشيء يعني المهم الخمسه زاد واحد. يعني الوزارات احنا صوته حتى يمشي. ممتاز. احنا يعني خلينا نتحدثها من خلال القناه. انا اتمنى ان يكون السيد الكاظمي هو بوتين العراق الجديد. بوتين ليش هذا التعويل دكتور مناف؟ يعني باعتبار انه رجل استخباراتي. ايه؟ وبالتالي يعني حقيقه الرئيس بوتين استطاع ان يعيد الاتحاد السوفيتي الذي ايضا حدثت له مشاكل كثيره، وتم يعني تم تفتيته وتم اضعافه وتم، لكن عوده السيد بوتين استطاع ان تعيد يعني روسيا اليوم استطاعت ان تعيد وضعها على المستوى العالمي، على المستوى بدا اليوم حضورها مختلف عن السابق. فبالتالي نتمنى ان يكون السيد الكاظمي ممتاز. ايضا اليوم قادر على العوده بالعراق من جديد كلاعب اساسي ومحوري وتجاوز الاشكاليات، ونتمنى له الموفقيه والنجاح ان شاء الله. ممتاز. علي علاوي وزيرا الماليه للماليه. ممتاز.
اذا اليوم دكتور راحت للخارجيه لا الكرد للخارجيه علي علاوي سادة الكرام وزيرا للماليه نذكر جمعه عناد وزيرا للدفاع والسيد الغانمي وزيرا للداخليه والسيد علاوي علي علاوي وزيرا للماليه راح الدكتور فؤاد حسين يجوز يعوض الخارجيه واعتقد اكو اتفاق جديد يعني بس هو احنا قلنا نتحدث على يعني مع اعتزازي بشخصيه الاستاذ فؤاد حسين لكن بالنتيجه اليوم احنا بدنا نريد ننتقل بمرحله جديده زين يعني احنا الافضل اخو وزير التخطيط ممكن نور الدليمي يعني مع ذلك وزير الصحه جعفر علاوي يعني اليوم تمر الحكومه نعم الكل بالنتيجه هنالك قرار خالد بتال وزيرا للتخطيط تخطيط جيد خالد بتال سادة الكرام وزيرا تم للتخطيط تم التصويت طبعا نعم لا احنا اخبارنا ولا ابو حاتم اخبارنا ولا ابو هسه احنا بدنا نحسب لازم نوصل ل 14 عواجل احسن قانونية هاي العواجل الحمد لله الخيرة الحمد لله مفرحة تعرف ليش؟ سابقا عاجل اعتذار عدم تمرير انسحاب بالضبط اي مطالبات ب لا الحمد لله حالة ايجابية الحمد لله الحمد لله نازلين محمد وزير الاسكان والاعمار بالامور طيبه ان شاء الله ان شاء الله يمكن راح يسحرون وزراء جدد بعد خلاص سحور جماعه ان شاء الله مجلس النواب يصوت على السيد نازدين محمد وزير الاسكاني والاعمار ووزير الصحه حسن محمد عباس يصوت على السيد حسن محمد عباس وزيرا للصحه زين تربيه بعد وين ماكو بعد زين بعد يا شباب دكتور مناف يمكن ناخذ فاصل يمكن دقيقتين ثلاثة يمكن يعني زميلنا المخرج اكو فاصل ان شاء الله يلا يا شباب جهزوا لنا فاصل حتى ضيوفنا شوية يرتاحون هاي عيني طبعا بالضبط طيب نائب احمد الجبوري دكتور مناف سيد كريم عملية التصويت على بقية مستمرة. الكابينة مستمرة وتفاعل نيابي من داخل قبة البرلمان لإنهاء بالضبط لإنهاء ملف التشكيلة بأغلبها نوعا ما هاي مفرحة يعني هاي مفرحة هاي مهمة الأمور طيبة صعديات طيب مال شو اسمه مال تمرير طيب اسمحوا لنا ناخذ فاصل اي والله سارة الكرام فاصل ونكمل معكم التشكيلة الوزارية بضيوف كرام وايضا اعزاء علينا الاستاذ كريم النوري والدكتور مناف الموسى والمحترم ولنا عوده لا ترحون ولا تسحرون وخلوكم بعد المنتصف بعد دقائق. مصرف الخليج التجاري يقدم لكم خدمة التوطين التي تعتبر أفضل طريقة للموظف لتأمين المشتريات وتلبية الاحتياجات الأساسية والحصول على أفضل الخدمات المصرفية لتحقيق أحلامه ويمنحه الامتيازات التالية: الحصول على بطاقة ماستر كارد العالمية التي تستخدم في جميع الصرافات ونقاط البيع داخل وخارج العراق وصالحة للعمل لمدة 5 سنوات وبأقل الأسعار، مجانا عمولات السحب على بطاقة ماستر الخليج من أجهزة الصرافات الآلية المتوفرة في 19 فرع والموجودة في المراكز التجارية والمولات والفنادق السياحية والمستشفيات داخل وخارج بغداد. بإمكان الموظف التحويل والإيداع للأموال من خلال البطاقة باستخدام خدمة الإنترنت البنكي. يتمتع حامل بطاقة مصرف الخليج الموطن راتبه بخصومات متنوعة. نحن على استعداد لاستقبال جميع استفساراتكم عبر الوسائل التالية:
مصرف الخليج التجاري شريكك الدائم. رمضان يجمعنا، رمضان وحدتنا. كل ست بيت عراقية تحب تقدم أحلى سفرة عائلتها. وبرنامج مطبخي مع الشيف عرفان راح يقدم لك طبق، طبقين، ويمكن ثلاث أطباق. أسهل الطرق وبأقل وقت ممكن، والأكيد بأطيب نكهة. ازاي يا عيسى؟ ما بيستسلمش بسهولة. مش فاهم، زي واحدة زي مها دي تحب واحد زي عيسى بكل ظروف. أنا محتاجة لك قوي يا عيسى. ده نصيب اللي ربنا كتبه لي من يوم ما اتولد. أنا ربنا عوضني بحب تاني، مش ممكن أفرط فيه أبدا. بس أنا بقى عايزاك أشيك راجل في الدنيا. افتكرتك نسيتني فعلا. عمري ما نسيتك. تفتكر يعني هي قدرت تنساك؟ مش مهم مين يفتكرني ولا ينساني، المهم حاجة واحدة بس، أنا عاوز نور. نايمة الحس. يعني هو طلع في الآخر بريء وأنا اللي مجرم. قلت لي قبل كده إن مفيش حب مع الفقر. حاسب على كلامك وأنت بتتكلم معايا. أنت بتهدديني؟ هندمك على الطريقة اللي بتكلمني بيها دي. أنت لسه حاطة ياسر في دماغك. أنا عمله لسه. محدش غيري هيبلغ عنك. مصلحتك ما تخسرنيش. شفت الدنيا؟ اتجوزتني ليه؟ بحبك. اعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. لو فكرتي بعقلك مش هتقولي كده. قدامك اسبوع واحد تفكر فيه. انا مش عارض نفسي للبيع. لسه بتحبيه بعد كل
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وبعد المنتصف يواصل حواره وتغطيته لجلسة التشكيلة الوزارية التي اكتملت بأغلبها نوعا ما في هذه اللحظات. السيد المكلف رئيس مجلس الوزراء الجديد السيد مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء بدلا عن السيد الغائب الطوعي عادل عبد المهدي. نكرر سادتي الكرام، لم تحصل موافقة مجلس النواب على السيد إسماعيل عبد الرضا وزيرا للزراعة، وصوت البرلمان على عادل حاشوش وزيرا للعمل، وأيضا لم تحصل موافقة البرلمان على السيد ثناء حكمة ناصر وزيرا للهجرة، وكذلك صوت البرلمان على السيد مهدي رشيد عفوا وزيرا للموارد المائية، ويصوت أيضا البرلمان على السيد علي حميد مخلف وزيرا للتربية. تأجيل التصويت سادة الكرام على مرشحي وزارة الخارجية والنفط، وبالتالي أو أيضا الهجرة إلى الآن لا يوجد بيان رسمي. سيد كريم معلوماتك، لم يصوتوا؟ لم يحصل عليه اتفاق أو تصويت على وزيرة الهجرة؟ هي والتجارة. طيب خلونا ناخذ جابر مراسلنا. جابر طبعا صباح الخير، شنو الجديد؟ وهل فعلا رفعت الجلسة ولا الخلاف ما زال على الهجرة وعلى بعض الأسماء؟ تفضل. نعم أحمد، حتى هذه اللحظة يستمر التصويت على المرشحين وكذلك على يعني كابينة السيد الكاظمي. يعني كثير من الأسماء نالت الثقة اليوم. إذا أستعرض لك الأسماء بشكل سريع السيد، تفضل. السيد يعني نبتدئ ب السيد وزير الداخلية، هو السيد فريق عثمان الغانمي، كذلك السيد جمعة عناد وزيرة للدفاع، كذلك السيد علي عبد الأمير علاوي وزيرة للمالية، كذلك الدكتور خالد نجم بتال وزيرة للتخطيط، وأيضا السيد نازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، كذلك السيد حسن محمد عباس وزيرا للصحة، وكذلك نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وأيضا ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء. نتحدث أيضا عن الشخصيات التي لم تحصل الثقة، ثقة أعضاء مجلس النواب. أتحدث عن السيد نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، لم ينال الثقة، ربما سينال يعني غير هذه الشخصية ستنال الثقة ربما اليوم وربما في جلسات أخرى. كذلك يصوت مجلس النواب على السيد ناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وأيضا على السيد عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وكذلك السيد منهل عزيز حمود وزيرا للصناعة، وأيضا لم ينال السيد هاشم صالح داود وزيرا للثقافة، لم ينال هذه الثقة من قبل النواب. كذلك لم تحصل موافقة مجلس النواب على السيد إسماعيل عبد الرضا وزيرا للزراعة، كذلك نال السيد عادل حاشوش الثقة بأن يكون وزيرا للعمل، كذلك لم تحصل موافقة مجلس النواب على السيد ثناء حكمة ناصر وزيرا للهجرة والمهجرين، وأيضا يصوت على المجلس يصوت على السيد مهدي رشيد مهدي جاسم وزيرا للموارد المائية، كذلك تم تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط، وأيضا يصوت مجلس النواب أو صوت على السيد علي حميد مخلف وزيرا للتربية. طيب. كذلك لم تحصل موافقة مجلس النواب على السيد نوار نصيف نصيف جاسم وزيرا للتجارة، ولم تحصل موافقة المجلس في هذه اللحظات على السيد عبد الرحمن مصطفى وزيرا للعدل. تعلم هذه الوزارة التي استبدلت بحسب المصادر، استبدل السيد عبد الرحمن مصطفى بالسيد خالد أشواني، وربما تدخل هذه الوزارة أيضا في خانة التوافقات السياسية حتى هذه اللحظة. كذلك رئيس مجلس الوزراء في هذه اللحظات يؤدي مع الوزراء يؤدي اليمين الدستوري داخل قاعة مجلس النواب. هذه آخر الأخبار العاجلة التي تصل إلينا بشكل تتابعي أحمد من داخل قاعة مجلس النواب عبر الدائرة الإعلامية التي نتواصل معها عبر الجروبات على وسائل التواصل الاجتماعي. إذن تم التصويت على كابينة السيد مصطفى الكاظمي مع يعني عدد من الوزراء لم ينالوا الثقة، ربما سيستبدلون في ممتاز الجو العام. يعني احنا باتجاه رفع بعد تأدية اليمين. جابر شنو الأصداء اللي راح ممكن تحدث خلال الوقت القادم؟
بالتأكيد يعني الأصداء إذا نتحدث عن المستبعدين كما يقولون، نتحدث عن الجبهة التركمانية وكذلك يعني كتل أخرى لم تحصل على استحقاقات انتخابية أو استحقاقات عفوا وزارية في الكابينة، هم أبرز المعترضين، وبذلك ستكون هنالك يعني ربما انقسامات في بعض الكتل بسبب عدم استيزار وزراء من تلك الكتل التي تحدثت عنها. طيب. وأيضا يستمر الرفض من قبل دولة القانون وكذلك يعني بعض الكتل الأخرى، أتحدث عن الجبهة التركمانية، لكن بشكل عام هنالك يعني توافق ما بين الكتل، نحن جي. على تواصل مستمر قبل انعقاد الجلسة. طيب. مع النواب تحدثوا عن أجواء ودية تجمع النواب الكتل، لكن هنالك انقسامات في بعض الكتل يعني نفسها على التصويت لكابينة. طيب. السيد الكاظمي، لكن طيب. رغم كل ذلك تم التمرير. آخر الأخبار طيب. العاجلة أحمد، تم رفع الجلسة لكن لم تحدد يعني المواعيد القادمة أو الموعد القادم للجلسة. طيب نعم جابران، جدا أشكرك، وبالفعل داردة أكد لك وانت أكدت ليها حقيقة، رفعت الجلسة لأجل غير معلوم. ها أنت تؤمر بس ما أعرف. شكرا شكرا مراسلنا عزيزي، و تصبح على خير. طبعا أبو حاتم، شنو السالفة؟ شو يعني ما أعرف، حتى عينك دمعت، شنو الموضوع؟ من قلت يا الله يا الله. أنا بصراحة طبعا مبارك للسيد الكاظمي، وكان الله بعونه، وأكيد الإعلام والشارع راح يكون ساند إليه وبقوة بإذن الله. يعني فضل. بالتأكيد أستاذ أحمد، المرحلة اللي عشناها كانت مريرة، أسوأ مرحلة مر بها تاريخ العراق هي رئاسة وزراء الماضية بالغاء بالطوعي تماما، يعني ترك الأمور بهذه الطريقه. هسه قام يسمي ابو حاتم، قلت لك قبل شويه منو؟ لا انا كنت اتحدث عن المستقيل، انا مو طالب محاكمته. اي الان انا باعتبار حتى نكون نرحم السابقين، حتى نرحمهم ان تكون هناك محاكمه عادله من فعل القانون. خليه الازمه اللي قتلت اكثر من 700 واحد مع رئيس وزراء، هاي المحكمه قضيه عداله، نتمنى العداله ان شاء الله والانصاف. هاي القضيه. القضيه الثانيه، احنا انتهت المرحله القادمه، اعتقد يوم الحمد لله تمت التمرير الحكومه، لانه البقاء على قضيه عبد المهدي بقاء الفوضى بصراحه. ونقول الحمد لله الان الخطوه القادمه ان يبدا بترتيب اوراقه، عنده اوراق داخليه خارجيه، ينظم علاقاته مع دول العالم. خلي بصراحه يوم بلك الله يريد يرحم الشعب هذا رمضان. شهر رمضان شهر الرحمه والبركه والايمان، نسال الله انه يوفق، لان شعبنا ما شاف راحه. زين. يعني ماكو من الثمانينات كلها حروب وازمات. لكن نطلب ايضا متفائل. نطلب من القوى السياسيه ان تتعاون معه، لا يضعوا امامه العراقيل، حتى الذين لم يتفقوا معه يجب ان على الاقل لا يضعوا العراقيل. يوم بدت بعد انتهى خلاص. انا الى متى انا اظل ارضخ واسمع للي ما يرضى علي؟ ما يرضى علي اروح، انا عندي اغلبيه خلاص، عندي شارع وياي. لا دكتور مناف تعليقك، يعني اليوم انا شارع وياي، القانون يزعل، ما ادري المدن المحرر يزعل، شل انا حصلت الثقة، أنا عندي سنة سنتين أقضي لكم شغل الانتخابات وفي مال. لا إذا سمحت لي تفضل دكتور. أقدم التهنئة لدولة رئيس الوزراء السيد الكاظمي ولفريقه. نعم. الوزاري إن شاء الله. وأيضا كما تفضلت نقول الله يكون في عونهم، أمامهم تحديات كبيرة، أمامهم مهام صعبة، أمامهم عمل طويل وشاق، لكن بالنتيجة لبناء العراق نتمنى أن تكون حكومة السيد الكاظمي هي حكومة لتأسيس مرحلة جديدة في عملية بناء الدولة العراقية الجديدة. أنا متأكد، يعني ربما يشاطرني السيد كريم أيضا، متفائل بالسيد الكاظمي حقيقة، أجد فيه مشروع وطني، أجد فيه حماس حقيقي، حماس شباب أنا أشوفه. نعم. أشوف فيه. مرحلة. نعم. أول مرحلة نجد بيها عمر مناسب وحقيقة يكون إيجابيين. اليوم إحنا مع الدولة. نعم. والله نجاحه نجاح لكل العراق. صحيح. حتى الأحزاب المعرقلة له سوف تستفيد من نجاحه. رسالتك أستاذ كريم لعوائل الشهداء تظاهرات حقيقة، ورسالتك اللي تنقلها للسيد الكاظمي حقيقة، الدماء التي سالت من أجل أن يصل هذا الوضع وأن تتغير الحكومة. ثمرة الدماء، احنا ما نريد شوي نهيج مشاعرك. ثمرة الدماء وموقف المرجعية دفع السيد عبد المهدي للاستقالة لأنه فشل. زين. لأن أرى قدم اليوم الناس المظلومين اللي دفعوا ثمن أبنائهم حقيقة من أجل ترسيم حياة جديدة للعراق، هؤلاء اليوم قد تكون لهم حالة من التفاؤل بأن هناك خطوات إيجابية على الأقل
حقيقة الذي أسهم في قتل أبنائهم الآن خارج الدائرة. وأعتقد اليوم إحنا من أجل تفعيل القضاء، القضاء العادل، أن تكون هناك محاكمة بدون يعني انتقام، محاكمة لكل من ارتكب القتل بحق أبنائنا. طيب. 700 واحد شباب طالبوا بحقوقهم حقيقة اليوم من أجل العراق أن يكون دولة. اللي تم اغتيالهم، لتنسى اليوم اللي تم خطفهم، يعني في ملفات كثيرة ونتمنى. وأيضا احنا قناة الرشيد حقيقة أساتذة الكرام وضيوفنا الأحبة، نبارك لي السيد رئيس مجلس الوزراء الجديد السيد مصطفى الكاظمي هذه المهمة، وكان الله بعونه. وأيضا الأستاذ سعد عاصم الجنابي سادة الكرام، يبارك للسيد الكاظمي الجديد وحكومته نيل ثقة مجلس النواب، ويتمنى له التوفيق في قادم الأيام. وقناة الرشيد أيضا سادة الكرام ستبقى حقيقة منبر لكل الأصوات العراقية الوطنية الملبية حقيقة لنداء الوطن. باب الرشيد حقيقة مفتوح لكل الشخصيات المحترمة ولكل الشخصيات الكريمة. أبو حاتم تعفنا وتروح شنو؟ والله أنا تغطيتكم بعد وقت لا تغطيتكم بصراحة خير مو أمامكم لا قناة الرشيد الله تفضل يعني حتى ما أريد أحرض تفضل أبد يعني موقفكم مع مطالب الشعب للتاريخ الله يسلمك. أولا كل المشرفين والقيمين والكوادر سجلت موقف مشرف، أنا تابعت الرشيد كان موقفه مع الشارع مع الشعب العراقي وإن كانت تعاني ضغوط كبيرة يعني طبعا لكن إيه. موقف مشرف لهم نعم. والحمد لله اليوم تمت ثمرة إن شاء الله. اليوم هاي جهودكم الله يسلمك. نتمنى من حكومة السيد الكاظمي أن تنهض، ونتمنى من القوى السياسية أن تتعاون معه، وأتمنى أيضا أن يقترب للشعب، وإن شاء الله الخير قادم إن شاء الله. إن شاء الله. رسالتك يا دكتور مناف. والله يعني جدد التبريك وأقول نعم نحن جميعا مثل ما تحدث السيد كريم مع اليوم سيد رئيس الوزراء بعد ماكو مكلف نعم إن شاء أكيد إن شاء الله طبعا انتهت المكلف إن شاء الله ومع فريق الوزاري إن شاء الله. ونعتقد اليوم المسؤولية التضامنية، نحتاج اليوم الإعلام إلى دور كبير في عملية توجيه وفي عملية توضيح وفي عملية نقل الحقائق وفي عملية يعني بالاتجاهين. إذا كانت الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح علينا أن ندعمها وأن نقف خلفها وأن نكون عون لها أمام الضغوطات الحزبية. وإذا لاحظنا أن هنالك ابتعاد أو أن هنالك يعني أن 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 هنالك اختلاف للمنهاج الذي تم عرضه أيضا نحن سوف نكون طيب. ناقدين وموضحين لإعادة هذا المشروع. قلت لك يعني أتوقع أن حكومة السيد الكاظمي سوف تكون حكومة تأسيس للعراق الجديد إن شاء الله, لبداية جديدة. وبالتأكيد هذه الحكومة جاءت بدماء ولم تأتي يعني لم تأتي بتوافقات، واليوم دماء الشهداء كان لهم دور كبير، ويعني اليوم الفرحة لعوائل الشهداء بالتأكيد لأن هذا ما كان يتمنونه الثوار، والقادم أفضل بإذن الله المتظاهرين. وأعتقد نعم إن شاء الله ليكون القادم أفضل. طيب. إن شاء الله نأتي من خلال قناتكم ونتحدث عن إنجازات الرشيد حاضرة للوجوه الطيبة حقيقة ولكل وطني. شباب بس طوني دقيقتين، دقيقة للدكتور ودقيقة أيضا للسيد كريم. أستاذ كريم ما أقدر لازم أسأل، شخصية تستحق المحاكمة والسجن؟ والله كل شخصية من كل من لا أعطيني شخصية واحدة اسم أنت لعب ولك يعني أعوفكم يعني من فقرات بعد المنتصف. رئيس الأزمة أزمة خلية الأزمة الذي أدار مواجهة المتظاهرين يجب أن يحاكم. دكتور مناف شخصية تستحق المحاكمة والسجن؟ لا لا تظلمنا إذا تقول شخصية. لا شخصية هاي فقرة برأي دكتور مناف. في جواب دكتور أستاذ مكلف. في شخصيات كثيرة تستحق المحاكمة والش اسمه. أنا برأيي. عندنا قيادة جديدة خلاص انتهى. واحد. برأيي لا تخلينا نذكر أسماء. لا دكتور مناف ما يصير. مو راح يصير لنا محاصصة بالأسئلة. خلي أتحدث يعني. أعطيك لا تحجبي كليات لا تحجبي الأسماء اسمح لي الشجاع سيدنا اي والله سيدنا اللي لحد هذه اللحظة يرفض أن يكون هناك تغيير ويصر على التمسك بالحصول على المنافع اللي أذى العراق أعتقد هو اللي يستحق اليوم أن يحاسب وأن يعاقب. ما واضح يعني لا
اذكر شخصيه. اذكر لي شخصيه. إيه. والله ابو مريم ما تستحق المحاكمه والعقوبه والسجن. والله اللي اوصل العراق لهذه المرحله انا باعتقادي يعني الادارات السابقه الحكومات السابقه كلها تستحق. ثلاث حكومات تستحق المحاسبه. نعم انا اذا اذا اسمح لي. لا عفوا يعني اللي ادى الى ضياع ثلثي مدن العراق، اللي ادى الى ضياع ثروة العراق، اللي وصل العراق اليوم الى هذا الوضع المرتبك، اعتقد يستحق المحاكمة. من هو؟ قلت لك عفنا من الاسم ابو دكتور سيدنا موتى شجاع سيد كريم. لا لا هو عفوا اليوم احنا نتكلم على مظاهرات 700 شهيد. اي والله تعلولة حلوة كانت وجودكم. 700 شهيد حقيقة اللي قتلهم مو جم المريخ. مو؟ صحيح. اجعل للطوامر، لذلك يجب ان يحاكم من ارتكب القتل. ننهي القضية احسن. نعم احسنت. شكرا جزيلا، نورتونا شرفتونا واخرناكم على السحور طبعا، بس بعد بكره ان شاء الله الرشيد بابه مفتوح. احنا نشكر قناة الرشيد حقيقة على انه اعطتنا الفرصة ان نكون اول المهنئين وان نكون مشاركين ويعني متفاعلين مع عملية اختيار الحكومة الجديدة، واللي حقيقة أنا متفائل كثير فيها إن شاء الله. وأتمنى تكون حكومة خير على العراقيين وأن نتجاوز مجموعة الإشكاليات اللي موجودة، ويا ربي يعني تكون بداية حقيقية لعراق جديد. شكرا جزيلا دكتور المناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. شكر موصول للسيد كريم النوري القيادة في الحشد الشعبي سابقا والسياسة المستقلة. بعد ما ترجع للحشد مو؟ لا بعد احنا اذا احتجى داعش مرة ثانية يا ستار يا ربي. اذا انتهت الفترة هو في يعني في حينما كان الوضع يحتاج كان هو مقاتل مو فقط متهجد. انا حقيقة كان مقاتل. انقلب على جماعة سيدنا ليش خلينا انقلب؟ لا 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 جزء من وطني. لا هو وطني حقيقة، هم ابناء الوطن، احنا دافعنا العراق ونواجه الفساد في العراق. واجهنا الارهاب والفساد. شكرا جزيلا اساتذة الاحبة. نهنئ مرة أخرى سادتي الكرام السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وحكومته الجديدة والتشكيلة الوزارية. نتمنى أن تكون هذه التشكيلة ملبية لطموح الوطن وأبناء الوطن، وأن يحاسب كل من اقترف فعلا السوء والقتل والأذية للمواطن العراقي اللي ما شاف حقيقة خير من التغيير إلى الآن. الإعلام ويا أكيد، الشعب ويا، و كل الشرفاء والوطنيين يرغبون أن يصل الوطن وأن يصل البلد إلى مرحلة تحفظ كرامة العراقيين، ونتمنى أن فعلا يرجع هيبة الدولة على يد أناس شرفاء ونزيهين. يكفي دماء، يكفي فساد، يكفي سرقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.